ولد إبراهيم عليه السلام في قوم يعبدون الأصنام، لكن عقله رفض تلك الأصنام، فظل يبحث عن خالق لهذا الكون، فهداه الله إلى الإيمان به. ما هذا؟ ما الذي حدث لآلهتنا؟ لقد تحطمت الآلهة جميعا. من الذي فعل هذا بآلهتنا؟ لا بد أنه إبراهيم الذي فعل ذلك، لقد سمعته يسب آلهتنا. اقبضوا على إبراهيم، احضروه حالا. كيف تقول إن كبير الآلهة هو الذي فعل هذا بآلهتنا؟ أتسخر منا يا إبراهيم؟ يقول إبراهيم عليه السلام: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أشعلوا نارا عظيمة وألقوا إبراهيم فيها جزاء لجريمته. ما هذا؟ لقد خرج إبراهيم من النار دون أن تمسه بسوء. هذا أمر غريب. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ اطمأن إبراهيم عليه السلام إلى نصر الله، فأخذ يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ولكن القوم استمروا في عنادهم ولجأوا إلى ملكهم، وكان رجلا ظالما يدعي الألوهية لنفسه، فغضب الملك وطلب مقابلة إبراهيم عليه السلام. سمعت أنك تعبد إلها غيري. يقول إبراهيم عليه السلام: وهل هناك إله غير الله رب العالمين؟ وما الذي يستطيع أن يفعله ربك؟ ولا أفعله أنا. يقول إبراهيم عليه السلام: ربي يحيي ويميت. أنا كذلك أحيي وأميت. أيها الوزير، أحضر لي من السجن رجلين محكوما عليهما بالموت. انظر، لقد قتلت أحدهما، أما الآخر فسأعفو عنه. فأكون بذلك أحيي وأميت، أليس كذلك؟ يقول إبراهيم عليه السلام: إن ربي يأتي بالشمس من المشرق، فإن كنت إلها كما تدعي فأتي بها من المغرب. ماذا حدث لملكنا العظيم؟ إنه لا يستطيع أن يرد على إبراهيم. غضب الملك وقرر طرد إبراهيم عليه السلام من البلاد، فخرج إبراهيم عليه السلام ناجيا بنفسه مع زوجته سارة وابن أخيه لوط، وذهبوا إلى الأرض المقدسة بفلسطين. أما الملك وجنوده فأرسل الله عليهم البعوض فأكل لحمهم وأهلكهم جزاء كفرهم. ثم رزق الله إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل من هاجر، وعندما كبر إسماعيل ساعد أباه إبراهيم في إعادة بناء الكعبة المشرفة.